شوف الزحمة عند الهوم. حسون حسون ها انت السلام عليكم. هين صفاريك؟ هين صفاريك؟ هين موجود؟ الله ايش الازرق ايش الشيء؟ يلا يا انك يا انك فني الاهداءات لو الاهداءات مره ما يحتاج ما شاء الله. السلام عليكم. السلام. ما شاء الله عليك الاهداءات مره ما تتوقف ها. قرب الغالي قرب ها. شيء ما سبيلي اليوم ما في جواب. كيف حالكم شباب؟ يعطيكم العافيه ما شاء الله كل يوم سبيلي هني. المدرس هيك كيف اليوم الاهداءات ما توقف ما شاء الله. شوف الداينه بتخلص الحمد لله. عب الاهداءات بتتوقف ها يعني في ثلاثة اخوي ثلاثه عبد واحد شر ان شاء الله حبيبه ترى. اقول لك الهوم ذيك المره سويت اهداء حق هين العراق امباك حق السودان بعد السودان مره واحده يستاهلون والله يستاهلون. دقيقه دقيقه محمد بلوش عنك والله محمد بعد ما وصلنا اليوم امس نتلاقين يعني. يعني جاي صلاله حيد تعالوا تعال يا رجل. وصل اهالي محافظة ظفار وبالخص اليوم منور مكاني قبيلة الكثيري. تحية من المعمر لكم. يقول المعمر القصر جباري ما في جوابي يا عمي يا سيدي يا قبيلة الكثيري يا تاج راسي. الجواب هنا بيكون سكريم فراولة يقول لك اللي في سكر الهوم ما ياكله يا عمي. لا تراباني رابا المال والجمال ورابا عطية ربي الرحمن الرحيم. فصلوا على سيدنا. اللهم صلي وسلم وبارك. تحية لولدي وتحية لقبيل روحنا خير. يقول الهوم اللي بتذكر لولدي ما يا سعلات ورطني مع قبيلة الكثير. الهوم يدعي لهم بالعافية. شوف اليحة قولة العمر والصحة وقولوا آمين. يقول لك يا عمي لا تراباني رابا المال جمال. الله يا هالصلاله هذه عطيه الرحمن الرحيم. فصلوا على اللهم صل وسلم. امشي السبيل يا شباب. احد من متابعين نعم يقول يا اخي اذيتوه مع تصوروا لهم عشان تشتهروا ومسكين يقص الجح مجانا فهم موضوع غلط. قلت لهم لا لهم ما اسمه اي حد يبي يسوي له اهداء لازم اول بدايه يوزن الجح ويدفعها. نعم. ايوه بعدين نوزن اليح ونقص اها ونقول له سعرها كذا. ذاق اليح وقال اوكي. أيوة. كم السعر في النادي؟ لان المقاطع اللي تنتشر يقول يا يوف ما طيبه انا ما اعطي. الله الله هاي نعمة طاهرة. اذا اليحها ما طيبه والله ما طاحت 100 بيسه. الله اكبر. بس هم قصدهم ان يهايوك توزع مجانا. لا ما مجانا لكن يستاهلون. لا لا لان في ناس يحبوك يقول يا اخي بيخسروها كل مره يقدم اجر وغرا عظيم. اي والله اجر عظيم. المال يقدر لكن الاجر الناس تدفع فيه مال اليوم عشان تكسب الاجر ما تحصل. اين بتحصل هالكلام الطيب؟ الله بارك الله فيك. متى اليوم اهدى حق السودان؟ يستاهلوا حتى الجر. عمري والله جحا بلاش ذبحتني طحت علشانك. سلام منك الفيديو نزلته خليتني اجي. سلامتك ما تشوف يفداك طال عمرك كل الجح كل الجح يفداك. حسون ايش اخبارك؟ اشوف ستارة طاحت. لا تبرد عليك ها؟ لا تطيح ستارة ما تشوفوك سن. ايوه ايش الشيء هني العرسي؟ ايش اخبارك العرسي؟ اي والله تعال تعال يا يقولوا عندك العرسي تتكلم. ها فين مكان؟ او 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 خلينا نكون يلو. نعم ها نعم العرسي الله
الله شوف الله شوف اللحمان الله شوف اللحمان طازج الله اكبر لحم ومحلي محلي ظفار الله 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 وبالتصوير وبالتصوير بشكل يومي يا سلام ما يطلع الا من الذباح الى القدر ايش يقول حسون يقول ويا مرحباكم آه. صلاله موجود آه. كل اللي يبغى تواصل بتجيب تليفون الله الله موقع عملي غير اللي يرضي الخاطر لكن قبل انت لا تتكلم عند الناس آه. انا بطاخ لك اللذوذة اللذوذة اي نعم حاضرين انت سريع الله 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 انا ترى حتى لو تلذذت انا متلذذ فيك ايوه ابوي يعني معروف والله اي والله انسان احبك والله والله من يوم 5 سنين 6 سنين وصلت لباب بيتك وهذا الشيء هذه العرسه انا ماكلنها في بيته اي والله نعم وهذا الانسان احبه في الله الله يرحمه ابيض قلبه ابيض بساطه ايش بتشيل من هالدنيا هسه ها يضحك يستانس مع نفسي مع نفسه ها؟ ايه لا قرقر ولا قرقير ما اعرف لكن الامور طيبة اسمع الامور طيبة اليوم موظف معك جديد هذا عيوني عيونك هذا عيوني بنده اها الله اكبر ما شاء الله عليه هذا انسان طيب وابتسامته ما تفارقه ايه لاني شلوني نفس اللون راعي مسندم هلا والله سمعت انك تبي تروح ها والله لا 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 صل على النبي شوف ما تروح انا امس وصلت نعم سكن ماشي انا وبعدني ما حصلت سكن زين اي والله اطلع حلو تسكن انت طال عمرك الله يخليك يا نعم. يا حسن اي والله الله يخليك معقوله اي والله يعني شوف انا من طرفي انا صح اني غلطان زين جيت وما مرتب امور السكن نعم زين انا وصلت نعم وادور عن سكنات ما حصل في سكنات مبالغين فيها نعم يعني في اليوم 100 ريال في اليوم 95 ريال اليوم انت جاي في خريف ممكن انا مش قادر يا اخي ادفع نعم صح ولا نعم ممكن امكانيتي ما تسمح ايوه ولكن اللي حصل حصل نعم وهل ظفار هل كرم وجود نعم والنعم وانتم ما قصرتوا لكن ما يستوي ما يستوي انك ترجع ان احنا شوف يعني بامانه فرصه ان يجينا مشهور من مسندم جماعه والله يعني انت شخصيه معروفه في مسندم ما في بيت ما يعرفك في محافظه مسندم من كل الولايات انت وجودك هنا في ظفار ترويج لاهالي لترويج للسياحه في ظفار ان اخواننا واهلنا من مسندم وراس الخيمه ايضا ما بس مسندم يعني ناس تحبه من شمال الامارات ومحافظة مسندم وجودك مهم وما نتمنى صراحة انك ترجع بامانة صدمتني لما عرفت انه يبي يروح قلت له تعال يسكن عندي كفو مركز بالصفرية الله يا الله يا غايس بالصفاري وين اسم كنديشن الله يخليك يلا يا سعد سايرين وان شاء الله لا 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 ننتظركم في مسندم ان شاء الله نحن نيه لكن ما يستوي زيارتك يوم واحدة 24 ساعة بعد ما كملتها الله كريم لا ما يصير ما حجزت تذكرة خلاص والله دقيقة يا جماعة انصدمت ان احد من السعودية يتابعني هذا الانسان والله جاني من السعودية قال انا اتابعك من الجوف صح ما شاء الله متى بديت تتابعني بداية الخريف بداية الخريف ما شاء الله عليك ومنطقة الجوف معروفة في شمال المملكة وهناك عندكم ثلوج في الشتاء اي والله الثلوج ثلوج ما شاء الله كيف شفت الخريف والله خريف استمتعنا ما شاء الله كل شيء زين نعم اول زياره لك للخريف لا والله ثاني زياره ما شاء الله تبارك الرحمن ناقص شيء الله يرضى عليك شيء ما عاجبك هني معنا والله زين والله بامانه راضيين علينا كل شعب ما شاء الله كلهم طيبين الله يخليك ما ادري وش اقول الله يخليك وبالعكس نحن والله نحب اهل السعوديه ويوم نشوفكم هالسنه زدتوا معنا زياده يعني عدد اقصد العدد زاد من زوار السعوديه والله فرحنا بارك الله فيكم الله يسعدكم الله يسعدكم